صباح الخير على كل مشاهدينا، واهلا بيكم. النهارده يوم جديد ونهار جديد، يا رب يكون سعيد وكله امان وسلام على بلدنا يا رب. النهارده الاربعاء 24 يوليو 2013، 15 رمضان. بسرعه عدى رمضان نصه تقريبا، ونتمنى ان يعدي النص الثاني على خير. بلدنا بتعيش وقت صعب وبتعيش اوقات مش سهله عليها، ربنا يعديها على خير يا رب، بكل المصريين ايد واحده باذن الله. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير ريهام، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل، حتى وان وصلنا ان في قنبله تتفجر في المنصوره. قنبله وصلنا ليه يبقى في قنبله بتتفجر في محافظات الارهاب؟ واضح ان هو حاطط مصر في دماغه. الله يكون في عون الجيش، الله يكون في عون الشرطة، الله يكون في عون المخابرات. عندنا فقرات متنوعة النهاردة، نقول انت ابتدي. ايوه اكيد هيبقى معنا فقرة الصحافة. اول حاجة هنستعرض فيها اهم الاحداث اللي بتحصل في بلدنا، وهي احداث مش قليلة ومش سهلة، فهتكون فقرة الصحافة مع اشرف. في فقرة كمان عن المرور، فقرة مرورية هتكون مع الاستاذ محمد عبد الله. أيوة. فوزي رئيس مترو الانفاق، هيشرفنا النهارده مدير رئيس مترو الانفاق في استضافه الاستاذ احمد عاصم، والصحافه هيكون مع الاستاذ احمد سامي متولي صحفي بجريده الاهرام. وعندنا فقره النهارده كمان، طبعا زي ما حضراتكم عارفين امبارح 23 يوليو ذكرى ثوره 23 يوليو 1952. النهارده المؤرخ الاستاذ احمد كمالي رئيس تحرير مجله يوم مصريه ايام مصريه، هيكلمنا النهارده عن الثورة وذكرها وتفاصيل كتيرة هنعرفها وأسرار جميلة ممكن نسمعها منه. هنختم يومنا بفقرة مع الإنشاد الديني والمنشد الديني عبد الرحمن بلالة. دي فقراتنا النهاردة. عندنا فقرة كمان. أيوة. الأستاذ محمد نبوي عضو حركة التمرد هيكون مشرفنا النهاردة في استضافة زميلتي ريهام، وهيتكلموا النهاردة عن حركة التمرد اللي كلنا كنا معجبين بيها، وهي ليها أعتقد بعض سبحانه وتعالى الفضل في ثورة 30/6. نروح بقى لفاصل سريع جدا ونبتدي يومنا بفقرة الصحافة مع الأستاذ أحمد سامي متولي الصحفي بجريدة الأهرام.